سبحانك سبحانك لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه لا اتساع لوجوده ولا نهاية لبقائه، قائم بنفسه ليس بجوهر فيقدر له مكان، ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء، ولا بجسم فيكون له جهة والتلقاء. مقدس عن الأقطار، مرئي بالقلوب، لا تدركه الأبصار هو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. استوى على عرشه كما قال وعلى المعنى الذي أراده، فكما أن العرش وما حوى فيه استوى، وله الآخرة والأولى، ليس له مثل معقول ولا دلت عليه العقول، بل كان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. خلق المتمكن والمكان وأنشأ الزمان، خلق العرش وجعله حد الاستواء، وأنشأ الكرسي وأوسعه الأرض والسماء، اخترع اللوح والقلم وأجراه كيف يشاء، بعلمه بخلقه إلى يوم الفصل والقضاء. أبدع العالم كله بغير مثال سبق، وخلق الخلق وأخلق الذي خلق، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فما في الوجود طاعة ولا عصيان، ولا ربح ولا خسران، ولا عبد ولا حر، ولا برد ولا حر، ولا حياة ولا موت، ولا حصول ولا فوت، ولا نهار ولا ليل، ولا اعتدال ولا ميل، ولا بر ولا بحر، ولا شفع ولا وتر، ولا جوهر ولا عرض، ولا صحة ولا مرض، ولا فرح ولا ترح، ولا روح ولا سبح، ولا ظلام ولا ضياء، ولا أرض ولا سماء، ولا غداة ولا أصيل، ولا كثير ولا قليل، ولا سواد ولا بياض، ولا سهاد ولا رقاب، إلا بمشيئته وإرادته. لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، علم فأحكم وقدر فأوجد، كذلك سمع ورأى، يسمع كلام النفس في النفس، وصوت المماسة الخفية عند اللمس، يرى سبحانه وتعالى السواد في الظلماء، ويسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. تكلم لا عن صمت تقدم ولا سكوت متوهم، فكلامه سبحانه وتعالى من غير لاهات ولا لسان، وسمعه من غير أسمخة ولا آذان، وبصره من غير حلقة ولا أجفان، كما أن ذاته لا تقبل الزيادة ولا النقصان، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فسبحانه سبحانه من بعيد داني، عظيم السلطان، عظيم الإحسان، دائم الامتنان، لا إله إلا هو، اخترع العالم وأبدعه، وأخرج العالم قبضتين، وأوجد لهم منزلتين، فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد إمام المتقين، وسيد الأولين والآخرين، وزعيم الأنبياء والمرسلين، الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، أرسله أعلام الهدى جالسة، وأعلام الهدى جالسة، ومناهج الدين طامسة، فصدع بالحق ونصح للخلق وبين الرشد من الغي. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أولئك الذين من تشبه بهم فقد فاز وسعد، وتبع لعابة العز وسعد، فاتق الله يهديك لذاك الطريق، ويجعلك رفيق ذاك الفريق. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول أقدر قضاه
وملك الملوك وأحكم الحاكمين، جبار السماوات والأراضين وخالق الخلق أجمعين. يقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا الكتاب أي القرآن إن أوجد كان كافيا، وإن ذكر كان مذكرا، وإن حكم كان عادلا، وإن أخبر كان صادقا، وإن بين كان شافيا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يزيد مع الترديد حلاوة ومع التكرار طلاوة، لا يمله سامعه ولا يمله قارئه، حلو إذا تذوقته العقول. بحر العلوم وديوان الحكم وجوهر الكلم ونزهة المتوسمين وروح قلوب المؤمنين، نزل به الروح الأمين على محمد خاتم النبيين. هذا الكتاب أي القرآن يقول فيه أفضل قضاة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الكتاب يقول فيه ملك الملوك: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. هذا الكتاب يقول فيه أرحم الراحمين: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا الكتاب يقول فيه أرحم الراحمين وملك الملوك وجبار السماوات والأراضين سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الكتاب أي القرآن هو دستور السماح، عمل به الأولون، أحلوا حلاله وحرموا حرامه ونفذوا أحكامه ووقفوا عند حدوده، فدانت لهم نقاب الأكاسرة وخضعت لهم جيوش شبابرة وملكوا ما بين المشرق والمغرب. بالله عليكم، هل عملنا بمقتضى هذا الكتاب؟ هل أحللنا حلاله؟ هل حرمنا حرامه؟ هل نفذنا أحكامه؟ هل وقفنا عند حدوده؟ لا والذي فرق الحبة وبرأ النسمة. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى كتابه مرادا جميلا. معاشر الصالحين، أهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحليلا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. وتحية الإسلام السلام، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تعالى أن يجيرني وإياكم من النار، وأن يحرم وجوهنا ووجوهكم وأجسادنا وأجسادكم عن النار. قولوا آمين. معاشر الصالحين، إن من دلالات القرآن أن أهل النار عياذا بالله، أن أهل النار عياذا بالله لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون فينعمون. أما العصاة من المؤمنين فإنهم يموتون عمادة في النار، ثم إنهم يخرجون منها ضبائر ضبائر، فيلقون على نهر من أبواب الجنة، فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم الماء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد يخبر عما يكون من أهوال يوم القيامة، قال: فيمر المؤمنون على الصراط، فمسلم مخبوش وناجي مسلم، ومنهم من يلقى على وجهه في النار حتى إذا فرغوا قال الذين نجوا منهم لربهم: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فأذن لنا فيهم، أي في الشفاعة، فيأذن الله فيقول: فاذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون أقواما فيقولون: ربنا لم يبق أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرين، ويقولون: ربنا لم يبق في أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون خلقا، فيقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله:
الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيضع الله يده في النار فيخرج منها أقواما قد امتحشوا فينبتون كما تنبت الحبة في محيل الصيف. فيقال لهم ادخلوا الجنة حتى إذا جاءوا على أبوابها سألوا الله شيئا مما يرونه فيقول جل وعلا لهم لكم ذلك وعشرة أمثاله معه. فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعط أحد من خلقك. فيقول أرحم الراحمين أفلا أعطيكم أعظم من هذا. فيقولون وأي شيء أعظم من هذا. فيقول أعطيكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه وذلك موجود في السنن والصحاح والسند والمسانيد من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين. فاستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين إذا بالنجائد قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ونصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس عدناهم على كتبان المسك وليس فيهم دليل ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا حتى إذا استقرت في مجالسهم واطمأنت بين أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة فيكون أول ما يسمع منه أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف الرب جل جلاله الحجر ويتجلى لهم ويغشاهم من نوره ولولا أن الله سبحانه وتعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا فلا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرا حتى إنه ليقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفرني فيقول بلى بمغفرتك بلغت منزلتك هذه فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه لا إله إلا الله 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 العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بير يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام الأكمل بعد الموت. معاشر الصالحين إننا في هذا المجمع المبارك وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا البيت المبارك نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالأعمال الصالحة ووفقنا إليها. معاشر الصالحين اجتمعنا من أجل مناسبة أخينا الفقيد تغمده الله بواسع رحمته والموت كلنا يعلم وأن الموت لا يتناقش فيه اثنين. الموت نهاية كل حي. يقول ربنا تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ويقول ربنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدركته الوفاة وكان في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخذ يضع يده في ركوة من الماء ويقول إن للموت لسكرات الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رفضه نجاته الأخيرة بالصلاة فالصلاة الصلاة أمة القرآن فالصلاة الصلاة أمة رسول الله فالصلاة الصلاة أمة الحق يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول ربنا تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ويقول عز من قائل يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون الصلاة عباد الله وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة وكانت بجانبه عائشة الصديقة بنت الصديق فأخذت تقول وعادل وما يغني الحضارة عن القفا إن هي حشرجة يوما وضاق بها الصدر فيقول الصديق رضي الله عنه يا عائش لا تقولي ذلك ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وهذا عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه كان لما يذكر بالجنة والنار يبكي وإذا ذكر بالقبر يبكي بكاء شديدا فقيل له يا عثمان ما بكاؤك للجنة والنار كبكائك للقبر فقال القبر أول منزل من منازل الآخرة إذا كان الذي فيه هين فما بعده أهون وإذا كان الذي فيه شديد فما بعده أشد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقيل لأحد الصالحين أنتم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب وهذا هارون الرشيد رحمه الله كان ملكا في زمانه لما اشتد عليه المرض واقترب أجله قال لخدمه وحشمه أريد أن أرى قبري فحفر له قبره فرآه فاقترب منه وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ثم رفع ببصره إلى السماء وقال اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه لا تركنن إلى القصور الفاخرة وتذكر عظامك حين تمسي الآخرة عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جل عليك الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفاله في الغيب تنسج وهو لا يدري فمن عاش ألفا وألفين فلا بد من يوم إلا يسير إلى القبر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب مثل وقوفك يوم الحشر عريانا
مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا. النار تزفر من غيظ ومن حرق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. يقول الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبدي إلى النيران عطشانا. فيا رب لا تجعل لنيرانك علينا سلطانا. لا إله إلا الله. معاشر الصالحين، معاشر المؤمنين، كلنا يعلم أنه يوما ما سيأتي أجله، لكن الذي يعرف ويعي هذه الحقيقة هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس الفطن زمان، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. عباد الله، الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. جاء رجل لعله أبي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل حفنة من عظام رفاة الإنسان، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعثنا بعدما نكون عظام رفاة كهذه؟ ونفخها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تموت ويبعثك الله ويدخلك النار. ونزلت الآية: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه سأله رجل ملحد لا يؤمن بالله تعالى، فقال له: يا إمام، ما دليلك على وجود الله؟ فقال: الأردة ورقة التوت، تأكلها الأردة فتعطينا الحليب، وتأكلها البقرة فتعطينا الحليب، وتأكلها الظبية فتعطينا المسك حيث الغزال، وتأكلها النحلة فتعطينا العسل، فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ شو السؤال اللي أعطاه؟ من الذي عدد الأصل من الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا رجل أعرابي بدوي، رجل يعيش البادية. سولوه قالوا لي: يا رجل، يعني شافوه متقي الله تبارك وتعالى، سولوه قالوا لي: ما دليلك يا رجل على وجود الله؟ ما دليلك على وجود الله؟ باش يجاوبهم هذا السيد هذا هو كيعيش في البادية، جاوبهم هذاك الشيء اللي كيعرف. قال لهم: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، أفلا يدل هذا على قدرة السميع البصير؟ هذا سؤال كلنا يسأل نفسه بما عرف ربه، لأن الله تبارك وتعالى أعطانا عقلا، وهذا العقل هو مناط التكليف. هذا الإنسان أعطاه الله عز وجل أمانة لم تستطع أن تتحملها السماوات والأرض والجبال. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. أحبتي في الله، الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا من أجل العبادة ومن أجل توحيده عز وجل، فيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الفقهاء: إلا ليوحدون، إلا ليعرفون، إلا ليوحدون الله ويعرفون. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: عجبت لأهل الدنيا، خرجوا منها ولم يذوقوا ألذ ما فيها، قيل: وما ألذ ما فيها؟ قال: معرفة الله والقرب منه والشوق إليه. انتهى كلامه رحمه الله.
فمن عرف الله فماذا جهل؟ ومن وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ ومن كان الله معه فمن عليه؟ ومن كان الله عليه فمن معه؟ كن مع الله ترى الله معك. إنسان غير يكون مع الله راه ما حدك انت يا صحيح، وما حدك عطيك الله المال، وعطيك الله الزوجه، وعطيك الله الاولاد، راك في امتحان يا ابن ادم، راك في امتحان. واش كتسحب راسك؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. راه خلقنا الله في الدنيا من اجل هدف واحد، من الولاده ديالك، من خروج ديالك من الرحم ديال الام ديالك، الى الغرغره من تبغي تخرج لك الروح. هذه الفتره كلها عطاها لك الله تبارك وتعالى باش تقرب ليه وتعرفه. الى عرفت الله في الدنيا راه هنيئا لك، لان الدنيا لا تطيب الا بذكر الله، ولا تطيب الاخره الا بعفو الله، ولا تطيب الجنه الا برؤيه الله. ومن اسباب رؤيه الله تبارك وتعالى في الاخره كما يقول ربنا تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. ويقول ربنا تبارك وتعالى: للذين احسنوا الحسنى وزياده. الحسنى درجه في الجنه، والزياده هي النظر الى وجه الله الكريم. اللي بغى يشوف الله عز وجل يوم القيامه يحافظ على صلاه الفجر، لا النساء ولا الرجال، لان صلاه الفجر بحال بحال الحرب ما كينوضوا بها الا الرجال. صلاه الفجر ما تاخرهاش. ملي كتسمع الاذان يقول حي على الصلاه، حي على الفلاح، الصلاه خير من النوم، كتقول يا ربي ها انا ما ها انا ما قادم اليك، اقف بين يديك يا رب العالمين. ولا يكون حالك ممن يقول النوم خير من الصلاه. نسال الله تبارك وتعالى ان يتجاوز عنا وان يغفر لنا جميعا خطانا وعمدنا، ذنوبنا، نسال الله يغفر لنا ذنوبنا كلها جلها وكبيرها وصغيرها وعلانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. كلنا نخطئ، ومن منا لا يخطئ؟ ولهذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الانسان يتوب الى الله بجميع احواله ويستغفر الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى: فقولوا استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم ادوارا. هذه الحياه والله العظيم انها لحياه قصيره. سولوا اللي عاش 80 عام و 90 عام يا سولتي شحال كيفاش كتبان لك الدريب اللي بحال ختمت لها وفرشتي لها الباب. نوح عليه السلام لما سئل قالوا لي كيفاش كتبان لك الدنيا وانت عمرك في الدنيا اكثر من 950 سنه؟ لان 950 سنه غير عمر الدعوه، ما هو عاش اكثر من 950 سنه لعلها 1000 سنه. فقيل له كيف ترى هذه الدنيا مع هذا العمر الطويل؟ قال لهم كانني دخلت من باب وخرجت من باب اخر. ولكن الفطن الحذق هو الذي يبني لاخرته. راه الا بغيت تبني الاخره راه سهل، اقسم لكم بالله الا سهل. راه اعطانا الله تبارك وتعالى واحد العضله في الناس ديالنا اللي هي اللسان. هذا اللسان هذا اللي اعطانا الله تبارك وتعالى الى استغلته في ذكر الله، اقسم بالله الا انك سوف تكون من المستثمرين وتكون من الاثرياء من حسنات يوم القيامه. في الدنيا من اثرياء المليارديرات بالمال ديالهم، ولكن المال يفوت، ولكن العمله الصعبه هي ديال الحسنه ديال يوم القيامه. الا بغيتي تحصل عليها في الدنيا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. عباد الله راه كنضيع الاوقات ديالنا وكنضيع الاعمار ديالنا، والله الذي لا اله الا هو راه مشكله غير القران بيدينا. لا بالنسبه للكلام ديالي، بالنسبه للنساء والرجال والاطفال، كل شيء على حين على التساوى. راه شدينا غير مجرد نشدوا القران بيدينا ونقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم شحال فيها من حرف؟ فيها 19،
إلا ضربناها في 10 كتعطينا 190، يعني عندك 190 حسنة بمجرد ما كتقول بسم الله الرحمن الرحيم. الصفحة الواحدة من القرآن فيها ما يقارب 450 حرف، إلا ضربتها في 10 كتعطيك 4500 حسنة. شحال كنضيعوا تاع الأعمار في القيل والقال. هذا اللسان هذا اللي غادي نسألوا عليه أمام الله، هذا اللسان هو باش كتكون شنو